يا حفل سوبر ستار راغب عليمي، مين محمس اكثر الليله، انت او الشعب الاردني؟ انا. شو بيعني لك انه توقف على مسرح جرش؟ اولا انا مشتاق اني اوقف على جرش، صار لي زمان ما وقفت على مسارح جرش، وكل الذكريات الجميله انا من التسعينات هون بتذكر لما يعني بشريط ذكرياتي لما بقول من الحفلات الحلوه اللي كانت بحياتي كان حفلات مسرح جرش. في كثير فيديوهات على يوتيوب من التسعينات لراغب علامه على جرش. صح. اليوم عم تحصد نجاح اغنيتك الجديده. لا مش اغنيتي الجديده، كل الاغاني نجاحات كل حياتي. أي. يعني اليوم بطل راغب علامه مبني على غنية جديده ولا غنية قديمه. في عندي شريط من الأغاني القديمة حتى اللي غنيتها بالتسعينات حغنيها اليوم. بس أيها أكثر غنية بتفاعل معها جمهور الأردن؟ كل الأغاني كل الأغاني. بما أنه بالأردن، رسالة لملك الأردن شو بتقول له من جرش؟ بدي أقول له الأردن فرحان. مش هيك؟ ونحن فرحانين بوجودك. أنا لسه جاي من مهرجان العلمين كان بمنتهى النجاح والجمال، يعني فرحة كبيرة بالنجاح اللي حققناه امبارح، وإن شاء الله دائما حيكون لنا عودة لمهرجان العلمين. خريطة حفلاتك مليانة من العلمين لجرش، حاليا إيه بعد كده؟ عندي هلا بيروت، عندي مهرجان كارتاج الأسبوع الجاي، بعدين عندي مهرجانات في بيروت، بعدين عندي بتركيا، بعدين طالع عندي جولة أمريكية. نجاح في كتير تقول عليه؟ نجاح إيه؟ نجاح في كتير حلوين. فرحان في العالم حابينه، وانا بشوف بتابع دائما الاضافات الجديده لاغاني جديده، الناس بتبقى فرحانه فيها، وانا بنبسط اكثر اني ازيد بريبرتوار اغنياتي اغاني جديده للناس تعيش معهم بذكرياتهم بحفلاتهم بافراحهم بسياراتهم برحلاتهم. شو عندك اغنيه جديده تعطينا منها مقطع خاصه؟ اغنيه جديده هلا هو انا يمكن نزل اغنيه اخر شهر 8، انتظروها مقطع صغير. لا لا لا. شو اسمها؟ يلا انتظروها سكوب. اسمها شو انت؟ يلا فيها شيء. يلا فيها يلا.